صبحكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا يا مرحبا فيكم في حلقة نهاية الأسبوع وحلقة جديدة. ودائما حلقة الخميس نقدم فيها مواضيع مميزة، راح نكون معاكم ساعة على الهواء. في البداية خلوني أصبح على حمد وأقول له صباح الخميس وصباح الويكند. صباح الويكند إيمان، شلون تسوين في الويكند؟ والله شوف أنا ابتديت الحين بقيت الدوام، بعد الدوام إن شاء الله نروح البيت شذي نلعب هاي الألعاب اللي تكون الحين موجودة في البيت الخفيفة، بما أنه ما في تجمعات. ما في تجمعات صحي والله، احنا عادة انا اقعد في الاستوديو يعني اسوي بعض الاغاني، اكتب، اسوي مواد حق الانستغرام. خبرك والله حلو الا انك تقدم محتوى. ما في شيء غير يعني هاي الافلام بعد الحين ما تقصر. الافلام ما تقصر بعد اكيد. صباح الخير مشاهدينا، اكيد يتجدد وياكم اللقاء مع المواضيع اللي جهزها لنا فريق الاعداد لحلقه صباح الخميس. طبعا اشتهرت يعني محمد دائما البحرين من قديم الزمان بالحرف والصناعات اليدوية والشعبية واللي كانوا يعتمدون فيها على سير حياتهم اليومية، ومن ضمن هذه الحرف صناعة النسيج. خلونا نتابع هذا التقرير ونشوف وين تتجه هذه الصناعة ونتعرف على مراحل انتاجها. صناعة النسيج بين الاستمرار والاندثار، فبعد أن كانت تنتشر بالمئات في بعض قرى البحرين مثل بني جمرة، أبو صيبع ودار كليب، أصبحت متواجدة بس في بني جمرة وبمعمل وحيد، وصار يواصل المشوار في المحافظة على الموروث البحريني الأصيل. احنا ابتدينا بصناعة النسيج من صغر سنة، يعني كنا ويا الوالد، من خلقنا على الدنيا احنا شفنا الوالد يشتغل وتعلمنا من الوالد شوي شوي لين ما أخذنا المهنة كاملة. يعني عقب وفاة الوالد احنا واصلنا فيه، ولحد الآن احنا نمارس مهنتنا. يعني أول ما نبتدي اللي هي بهادي نسوي خب، الآلة عندنا مسوية موجودة، يعني الآلة موجودة. أول ما نبتدي نسوي هذه السداة، هي يسمونها السداة، هي نسويها برا على حسب اللي نبغي، الألوان اللي نبغيها والأمتار اللي نبغيها، نبغى نسويها 100 متر 1000 متر كيفنا، يعني على حسب القياس اللي نبغيه. بعدين نجيبها لنسويها، نجي ونربطها هني في هذا الحف خيط خيط، هذه الحين عددهم 1500 خيط، ونقعد نربطهم خيط خيط، تاخذ لها من 4 إلى 5 ساعات يعني تربيطهم. بعدين بدي نشتغل صناعة ساعة لساعة إلا ربع المتر الواحد، يعني المتر هذا على حسب، يعني إذا هو ألوان واجد لا يأخذ وقت أزيد، إذا هو سادة يأخذ له ساعة إلا ربع المتر، بس كل ما زادت الألوان لا يأخذ وقت أكثر. قوة الخيوط، يعني الخيوط قوى يصير، وأعطيك ضمان عليه بالخمس 10 سنين ما يتغير، يعني ساعات تخترب تتكسر نسويها نجددها. في يتقصص مثل هذه ساعات يتقصصون، هذه المشط يخترب، كل شيء أي شيء، بس هي كلها يدوية، أي شيء يخترب نروح نرد نسويه، يعني من نوم نروحنا، يعني ما تحتاج إلى أحد نجيبه نسويه. يسمونها سدا، هذا يسمون الحف، هذه التفاف، هذا يسمون التفاف، هذه مفرضة، هاي عارضة. لو هذا يسمونه الشريب، هذه بلولة، هذا مشباح، هذه الحطبة يسمونها مشباح، هذه مسداه، يعني مفراج، هذاك اللي يطوبه يسمونه مفراج. شوف الحين أنا قاعد أبلل أسوي بلولة، هذه أي كوارج بارزة يعني، وأنا قاعد الحين أحولهم من هذه القبة إلى لا هذه كذي يسوونها بلولة علشان تركب هناك في الشريط، وهذا كله يسمون الدولاب. يعني أنا هذا قاعد أبلل، يسمونه شغلة تبليل،
يعني اقعد اخذ لي ساعتين ثلاث اسوي لي كم قطعه يعني بالعدد. صناعة النسيج تحتاج جهد وتعب وصبر، والمردود تبعها الأكبر يكون عنوانه المحافظة على أصالة وعراقة تاريخ الجذور البحرينية في العمل. عودة مشاهدينا، كثير من الأحيان نشتكي من أمور ومشاكل صحية بشكل صامت حيث أننا نعاني منها، ولكن نعتبرها أمور عادية مثل الصداع والتهاب الجيوب الأنفية وبعض المتاعب في الجهاز الهضمي من حموضة أو ارتجاع، في حين أن المريض يكون بحاجة إلى الفحص الوراثي لعدم التحمل الغذائي. للتعرف أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور أحمد العلوي، اختصاصي وراثي وعلم أمراض جزيئي. صباح الخير دكتور. صباح اليوم. يا هلا مرحبا فيك دكتور. اليوم موضوعنا شوي يعني جميل، يمكن كنت أسالف معك تحت الهواء وأقول لك عن هذه الأمور، لكن في البداية دكتور خليني أسألك، شنو هي المواد الغذائية اللي أغلب الناس يمكن تتحسس منها أو تسبب لهم مشاكل من ناحية المواد الغذائية؟ مواد غذائية حسب المنطقة، يعني مثلا نلاقي مثل المنطقة الخليجية بالأحرى البحرين والكويت السعودية، الجلوتين اللي هو البروتين النباتي اللي موجود في القمح والشعير، سكر الحليب البقري، بروتين الحليب البقري، الصويا، الذرة، وهلما جرى في بعض الشغلات هذه اللي أكثر شيء قاعد نشوفها في الخليج. من الأمور الشائعة يعني. من الأمور الشائعة جدا. دكتور تكلمت أن الناس وايد عندنا يمكن في البحرين أو في الخليج يعانون من هذه المرض، يعني شنو أسبابه وليش؟ اوكي، سبب المرض هذا لانه وراثيا احنا ما عندنا الانزيمات او ما عندنا الجينات اللي تنتج انزيمات تهضم هذه الماده الغذائيه، او ما عندنا الجينات اللي تعطينا انسجه تستقبل هذه المواد الغذائيه في الجهاز الهضمي. فتلاقي الماده الغذائيه قاعده تدخل الجهاز الهضمي كانها غير كانها مستحيله، ما تهضم، ما تمتص، وتبلش تثير الجهاز المناعي، تبدأ الأمراض الموجودة مثل الصداع، التهاب الجيوب الأنفية، التلبكات المعوية، الغازات ولما جرى. يعني دكتور نقدر نقول إذا أصيب الشخص بمرض يعني خلينا نقول من أمراض المناعة الذاتية، هل يقدر يشفي نفسه يمكن من المرض إذا قام بالابتعاد من المواد الغذائية اللي تكون خلينا نقول ما يتحملها وراثيا؟ يعتمد على الحالة هني. مثلا أمراض المناعة الذاتية، جهاز المناعة أنت على المدى اللي وصلت حقه، مثلا الحين عندنا احد الامراض المناعه الذاتيه لامراض الغده اللي نسمع عن الغده الدرقيه الجريفز سيندروم، اذا وصلنا الى حد بس ان ما نقدر نرجع فيه عن طريق عدم التحمل الغذائي اقدر اوقف تداعيات، بس ما اقدر يعني ما راح نروح حق استشفاء تام، بس اوقف التداعيات حقه. او مثلا الروماتيزم، يعني قبل الروماتيزم اقدر اوقف حاله الروماتيزم اذا عرفت شنو المواد الغذائيه وعدم التحمل الغذائي الوراثي اللي لازم اتجنبه، بس اذا وصلنا الروماتيزم لا اقدر اخفف وطئته واتفاعل مع الادويه بشكل ايجابي احسن. دكتور شلون يكون عمليه الفحص؟ يعني يمكن واحد ما يدري ساعات انه يكون عنده هذا الشيء، يمكن اغلبهم مثل ما ذكرنا انه ما يعرف ان في هالمرض او ما يتحمل غذاء معين، فشلون انا افحص وشلون اعرف؟ في البدايه احنا نشوف المريض شنو المشاكل اللي قاعد يعاني منها، هي عباره عن سله مشاكل. تلاقي مثلا عنده صداع على شوية كآبة، التهاب الجيوب الأنفية، النفس عنده ضيق في التنفس، غازات، إمساك، كل ما جرى، فنجمع كلها، فنحتاج هنا إلى عمل فحص الوراثي لعدم التحمل الغذائي. الفحص جدا سهل، ناخذ مثل ما أقول مسحة من الفم بحيث ناخذ خلايا حق نفس المريض ونطلع الدي إن إيه منه، وهذا يكون في مختبرات موجودة في أمريكا، وراح يكون بالضبط عندي يبين كل شيء، يبين لي كل شيء. تقريبا قاعد مسؤولين عن 48 جين، 48 صفه وراثيه تبين التداخلات حق هالماده الغذائيه، هل عندي الانزيمات التي تهضم، هل عندي الانسجه الحيويه داخل الجهاز الهضمي يستقبل هذه المواد الغذائيه. يعني دكتور نقدر نقول ان في فرق بين الفحص الوراثي لعدم التحمل الغذائي وتحليل الحساسيه اللي تكون من الغذاء نفسه؟ صحيح، هناك فرق كبير. فحص الحساسيه اللي هو عن طريق الدم يكون قاعد نشوف الاجسام المضاده التي
تولدت عن طريق أنا أخذت مادة غذائية امتصها جسمي ونقلها إلى الدم، فصارت هناك أجسام مضادة فصار حرب عندي داخل جسمي. بس عدم التحمل الغذائي هو أن الجسم ما قاعد يمتص هذه المادة الغذائية، ما قاعد يستقبلها، قاعد تولد عنده مثل ما نقول إرباك عن طريق استقبال هذه المادة الغذائية، ما راح يدش الجسم لا في الجهاز الهضمي وتبلش المشاكل. شو الحين لما هون الحين كلت شيء مثل ما قلت أنه ما يناسب جسمي، بعدين صارت مضاعفات، شنو طرق العلاج لها وشنو الخطوات المفروض تصير؟ أول شيء راح تكون تداعيات ومشكلة لهذا، بس بوضح شوي مشكلة عدم التحمل الغذائي ما راح تظهر مباشرة، يعني أنا كل شغلة وبعد نص ساعة قلت بلا تأخذ لها شوي مرحلة فتغيب عندك السالفة أنه والله ها من هالسالفة ليش يصيد نجيد يعني تكلمنا عن موضوع يعني حساسية البعض الفواكه، وأنا عندي بعض يعني من بعض الفواكه عندي حساسية منها، ساعات ما أدري أن هذه من شنو، يعني ساعات بعد يومين أو ثلاثة فما تدري أن هل من هاي النوع من الفواكه. هذه المشكلة أنه يعطيك شوي مدى، يعطيك مدة معينة وعقب يضرب مرة واحدة أو يجمع لك مثل ما يقول يلم لك التفاعلات ويعطيك إياها مرة واحدة، يعني المشكلة تصير مشكلة صحية والعارض عارض الصحي. السبب في هذا هي كذي عدم التحمل الغذائي هو تجميعي. فاللي قاعد نسويه احنا عقب ما نشوف بالضبط شنو المادة الغذائية اللي لازم الواحد يتجنبها، بعض المواد الغذائية لازم لا تمتنع عنها امتناع نهائي، خصوصا اذا ما كان عندك الانزيم الذي يهضمها او النسيج اللي يتقبلها. بعضهم يقول لا عدم التحمل الغذائي يكون بدرجة قليلة، مثل بعض الفواكه اللي عندها عالية الهستامين مثل المانجا والفراولة والكيوي، راح ندخلها بطريقة قليلة ونزيد التركيزات ونشوف لأي مدى لأي تركيز يقدر الواحد يستقبله. هاي الطرق العلاجية حق الموضوع. دكتور يمكن في بعض الأشخاص ما يعانون حساسية في عمر معين، بس مع الكبر تبتدي هذه الحساسية تظهر معاهم. ففي هالحالة شنو ممكن يقدرون يسوون؟ هل يعني لازم يسوون بعض الفحوصات عشان الدكتور يتأكد من شنو ياتم الحالة على كبر ولا شلون بالضبط؟ صحيح راح يسوي بعض الفحوصات أكيد، من ضمنها فحص الوراثي لعدم التحمل الغذائي، فحص الحساسية، وبعض فحص المسجدات، خصوصا في عندنا شغلة إن المواد الغذائية قاعدة تتغير. صح. يعني أنواع نوعية الحليب، كنا نأخذ حليب محلي من أبقار شرقية، الحين قاعد نأخذ حليب مستورد من أبقار المودرن كاو أو الأبقار الحديثة، فنوعية الحليب تغيرت. فبروتين الحليب تغير، فعندنا بروتين ما كنا نشتكي منه اللي تعودوا عليه ابائنا واجدادنا، وعندنا بروتين ثاني حليب يختلف. نفس ما قلت ممكن اجدادنا يعني هو شيء وراثي في النهايه، ولكن بعض الامور تكون والله ابوك ولا يدك ما فيها الشيء انت يصير فيك، فهل في امور ثانيه غير الوراثيه ممكن ان تحصل من الامور الطبيعيه مثلا؟ نعم الامور طبيعيه اكيد، بس احنا خلينا نفرق شويه ان ابوي وجدي ما تعرضوا حق هذه الشغله، يعني مثلا نقول سبيل المثال فراوله، يمكن هم ما تعرضوا ان ياكلون فراوله مو من انتاجنا تمر الفراوله يفرق اوكي، فما تعرضوا حق هذا المنتج ما كان يشتكي من السالفه، وتلاقي الواحد لا بدا ياخذ فراوله بس زاد نسبه اكله، يعني خاصه في مواسم الفراوله تكون سعرها افوردبل حق الكل، فتلاقي قاعد ياكل منها زاد الشيل شويه من الاكل هذا، فبينت عند الحساسيه اكثر واكثر وعدم التحمل الغذائي اكثر. يعني في هذه الحاله مرشيني اليوم شير على في هذه الحاله اتوقع ان الكل لازم يسوي هذه الفحوصات دكتور عشان يتاكد، لان ساعات يمكن في اشخاص ما يروحون حق الطبيب بس يقول انا فيني حساسيه وخلاص، يمكن ما ياكل ويحرم نفسه عشان انه اساسا ما يعرف شلون يتعامل، فلازم يكون في استشاره من الطبيب، لازم يكون في زياره حق الطبيب. صحيح صحيح، وناس ما يقدروا يفرقون ان هذا هل هو عدم تحمل غذائي او حساسيه، يعني هل هذا انت قاعد تتحسس منها لان اجسام مضاده داخل جسمك تتحسس منها، او لا عندك عدم تحمل غذائي ان جسمك ما قاعد يتحمل اساس وما قدر يهضمها. يعني يمكن كنت قبل الهواء سالف معك كنت اقول لك دكتور انا فيني حساسيه من الهمبة، بس قلت لي لازم تعودين نفسك شوي شوي ليه ما يتحمل جسمك، صح؟ لما يتحمل جسمك اذا قلنا حساسيه هيستامين اوكي، بس اذا عندي لا عدم تحمل غذائي وعدم استقطاب حق الانسجه ما في امل. لا ان شاء الله بجرب دكتور، ولازم اجيك استشاره اكيد. نشكر تواجدك دكتور احمد العلوي اختصاصي وراثي وعلم امراض جزيئي، نورتنا وشكرا لك. شكرا دكتور نورتنا. مشاهدينا خلونا ننتقل الى مدربنا الرياضي ونتعلم معاه شلون نسوي تمارين بسيطه وسهله واحنا في البيت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمريننا اليوم بيكون شامل، مثل ما يقولون فول بودي ورك اوت، بيكون في كارديو وبيكون في تمارين تقوية لنخلط. بعرفكم على شيء اليوم يسمونه تاباتا. تاباتا شنو؟ تلعب 20 ثانية وتريح 10 ثواني. بس عشان نسوي التمرين قوي بنسوي 3 تاباتاز اليوم. اوكي، كل تاباتا في تمرينين، تاباتا واحد، تاباتا اثنين، تاباتا ثلاثة. عقب تاباتا واحد بنريح دقيقتين، بنسوي تاباتا اثنين، عقب تاباتا اثنين بنريح دقيقتين بعد نسوي تاباتا ثلاثة. بنعيد هاي التسلسل جولتين لثلاث جولات، أساس التمرين يكون كارديو قوي شوي، يساعد انك انت تحرق نفس ما احنا نقول. تاباتا 1، تاباتا رقم واحد، عندنا تمرينين، تمرين الهاي نيز بنسوي حق 20 ثانية، نعم كل اللي عندنا في التمرين في ال 20 ثانية، عقب نريح 10 ثواني وبنسوي سكواتس. هاي بيكون 8 جولات، فبتسوي كل تمرين حق 4 جولات، بتسوي هاي نيز سكوات، هاي نيز سكوات، هاي نيز سكوات لما يخلصون ال 8 جولات. تباتا واحد، تمرينين، 8 جولات، 20 ثانية اتحرك، 10 ثواني اريح. عندنا التمرين الاولي هاي نيز، التمرين الثاني سكواتس. هاي نيز بركض في مكاني، ارفع ركبي فوق، احرك يدي، صدري فوق، ظهري سيده. 20 ثانية هني، يخلصون ال 20 ثانية اريح، ما اتحرك، اتنفس 10 ثواني عشان اسوي التمرين الثاني. التمرين الثاني بيبتدي سكواتس، تحت فوق 20 ثانية، سوي قد ما تقدر. دائما لين تنزل ركبك على برا وردون على داخل، صدرك فوق، ظهرك سيده، الكعب دائما على الارض، لا تسوي السكوات على اصابعك. خلصنا السكوات، بنريح 10 ثواني، بنرد نسوي الهاي نيز مره ثانيه، السكوات مره ثانيه، لما نخلص 8 جولات. اوكي، نبتدي تاباتا رقم 2، جامبنج جاكس، يدي وريلي يتحركون، فتح ضم نفس ما نقول، فتح ضم، تمرين ممتاز حق يرفع لك الهارت ريت. اوكي، خلصوا ال 20 ثانية، اريح 10 ثواني، اتنفس. الحين ابتدي التمرين الثاني اللانجز، صدري فوق، ظهري سيده دائما، اخذ خطوة قدام عقب ورا وابدا اروح الجهة الثانية، تحت فوق، تحت فوق، دائما الريله بتجي قدام شوي طلعها على برا، اساس تتوازن في الحركة. هوس على بطنك دائما، ارفع صدرك فوق، خصر سيده، داون، تحت وفوق. 20 ثانية تسوي قد ما تقدر، لا تروح سريع، ركز انك تسوي التمرين صح. هاي 20 ثانية خلصت، بريح 10 ثواني وبعيد ارجع حق اسوي جامبنج جاكس، اقوم مرة ثانية لانجز لما خلص 8 جولات. هاي تباتا رقم 2، خلصنا، نريح ايش قد قلنا؟ دقيقتين راحة، ممتاز. الحين بادش تباتا رقم 3، نركز على البطن هني، نسوي تمرين البلانك وتمرين الماونتن كلايمر. 20 ثانية بنياود بلانك بوزيشن. شلون البلانك بوزيشن؟ اي تحت، الالبو في الارض، تحت الشتف على طول هني، اياود ظهري سيده. اذا ما تقدر ترفع ركبك فوق، نزل ركبك تحت، تياود 20 ثانية هني. خلصون 20 ثانية، تباتا قلنا شنو؟ نريح 10 ثواني، ريح فيهم حق تسوي الحركة الثانية اللي هي الماونتن كلايمر، تمرين ممتاز حق البطن، نفس الوقت كارديو يرفع لك الهارت ريت. أخلي يدي تحت شتفي، نفس ما نقول بوش أب بوزيشن، شنو بسوي بوش أبس؟ ظهري سيدة، اللي بسوي باركض في مكاني، ركبي ونيون، صوب صدري، 20 ثانية هني. يعني تحت شات في ظهر سيده، اركز هوب. تمريننا اليوم كان قوي شوي نفس ما شفتوا، لعبنا شيء يسمونه تباتا، سوينا الحركات دي او التمارين دي اسلوب التباتا. 20 ثانيه تعطي كل اللي عندك حسب مجهودك انت، 10 ثواني تريح فيهم، عقب 20 ثانيه تلعب مره ثانيه. خلطنا لكم اليوم، سوينا موفمنت نفس ما يقولون
تمرين كارديو اللي هو الهاينيز اوكي، والجامبنج جاكس هذين كارديو حق رفع الهارت ريت، وتمرينين تقويه اللي هو السكوات واللانجز، واخر تباتا كان شنو؟ ركز على البطن. فسوينا البلانك وسوينا الماونتن كلايمر. هالنوع من التمرين التباتا يسمونه هاي انتنسيتي انترفال ترينينج. شو يسوي الهاي انتنسيتي انترفال ترينينج؟ تمرين عالي الشده يساعد على حرق الدهون اسرع، طريقه اسرع. بس طبعا مهم بعد اكلكم شنو تاكلون. مو بس تمرن واخربط عقب التمرين واقول ما ضعفت، لا، اهم شيء الاكل احنا نقول. فذي الطريقه من التمرين في شيء يسمونه افتر بيرن افكت. في دراسه تقول حق 48 ساعه الجسم يحرق. بس بعد ارد واقول مو بس تمرن واخربط اقول جسمي بيحرق حق 48 ساعه. يعطيكم العافيه. أكيد نشكر المدرب على هذه التمارين الصباحية الجميلة، وناخذ بالنصايح. قال مو تاكل عقب تتمرن تقول، يعني معلومة مهمة من خالد بستقي، أنه يعني ساعات أنت تتعب وآخر شيء تخربه كله من الأكل. فكل شيء لازم يكون توازن تمرين مع التغذية. نصايح مهمة أكيد من الكابتن. مشاهدينا طبعا سلسلة أنا وجدتي للأطفال قصص كتبت من واقع تعيشها الجدة مع أحفادها، يعني اتبعت الكاتبة والمؤلفة الأستاذة مريم داود أسلوب سهل وبسيط لترجمة الأحداث إلى أحفادها وجميع الأطفال الذين يقرؤون قصصها بصورة ميسرة. معنا عبر سكايب الأستاذة مريم داود، نصبح عليك بالخير. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا والله. صباح الخير أستاذة مريم، خبرينا عن القصص اللي كتبتيها في سلسلة أنا وجدتي، شنو المواضيع اللي تناولتيها؟ بس إذا تسمحون لي قبل ما أبدأ كلمتين عند أبي. تفضلي. حبيت أولاً أشكر جمهور البحرين على استضافتي، وأحب أحيي جلالة الملك حمد بن عيسى الفتح حفظ الله ورعاه، ورئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان حفظ الله ورعاه، وأقول له الحمد لله على السلامة ونورت البلد برجعتك، وأحيي سمو العهد الشيخ سلمان بن حمد الفتح الذي لم يبخل بوقته ولا جهده ولا بتوجيهاته للعمل معا مع فريق البحرين بشكل عام. وختاما احيي الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه على كلمته الايجابيه بمناسبه تخرج الطلبه البحرينيين، وكلمته كانت تميزت بالايجابيه ودافعه للشباب لتحقيق طموحاتهم. طبعا الله يحفظ حكامنا وولاة امرنا. يعني استاذه لو بنرجع نتكلم عن قصه انا وجدتي، لو تسردين لنا هذه القصه وتسمعين المشاهدين عن هذه القصه اكثر. هو سلسله انا وجدتي جاءت بالحقيقه من واقع معايشتي مع خفيدي رعد الله يحفظه. كنت يوميا انا اتحمل في عقب ما امه تروح الشغل، وترجمت هذه يعني ما ادري سبحان الله ياخذ الفكره من ما ادري من وين، يصير من الله. أترجم كل اللي نسويه يعني من أول ما أجي البيت إلى ما يروح معهم، شنو كنا نسوي، شلون نلعب مع بعض، شنو نستفيد من قعدته معاي، مو بس أنا أكله وأرقده، لا، أشياء استفاد منها في طريقة اللعب، احترام الوالدين، في التعامل مع يعني اليهال، في التعامل مع الكبار. هاي القصة الأولى. القصة الثانية بعد لواقع فعلا أعيشه، هو عندي أحفاد يعيشون برا البحرين بسبب ظروف عمل أبوهم، ويوني زيارة، فشلون أستثمر هذه الزيارة إن أعرفهم على البحرين، جمال البحرين وأهل البحرين، وأشدهم إلى أنهم يتعلمون في البحرين، وفعلا يعني قدرت أحقق هالشيء هذا. القصة الثالثة طبعا عن رمضان. حبيت أعرف الجهال عن للأسف عيالنا الحين قاعدين بعيدين عن واقعنا وعن تراثنا، فحبيت إني أعرفهم على إحنا عاداتنا وتقاليدنا، وإن رمضان مو بس يوم وجوع ولكن في أشياء أخرى إيجابية على المجتمع وعلى الفرد، الرحمة بالفقير، الجار، الأقارب، تعبدنا، كل الأشياء اللي تصير في رمضان. بعدين طلع كتاب العيد وجدتي، نفس الشيء حبيت أصنف على العلاقة بين الأقارب وصلة الأقارب في هالمناسبات هذه، وأن إحنا في الأعياد لازم نستثمر في
أولياء أمور نستثمر هذه المناسبات لتوثيق العلاقة بين عيالنا وبين أهلهم، وفي نفس الوقت نوجههم حق أنهم حق الصدقات وسعد المحتاج وسعد المحتاج، وأنه مو بس أنهم يقبلوا نفسهم يفيد ويستأسوا في العلم، في غيرهم بعد اللي ما يقدر لازم يحاولون يعني نعلمهم التطوع والتبرع والمساعدة والأعمال الخيرية ولهم صغار. والكتاب الخامس هذا طبعا بمناسبة احتفالات البحرين حبيبتنا العيد الوطني اللي هو مناسبة سعيدة على قلوبنا كلنا يعني. وحبيت انه نفس الشيء اعرف عيالنا اشياء كثيرة في البحرين، محلات موجودة مثل متحف البحرين الوطني، مثل مهنة الغوص، الاشياء القديمة اللي ما موجودة والى اخره، الى ما نوصل الى احتفالات الالعاب النارية والاغاني على البحرين لكثير من المغنيين تعلموا عليها، اختارت داهم حتى تفلي. يعني جميل، حلو استاذ، انت قاعد تزرعين فيهم يمكن العادات والتقاليد من خلال هذه القصه اللي قاعد يعني تقصينها على الاحفاد. لكن ايش رايك حمد نسمع لو شيء بسيط؟ صحيح، يعني ودنا نسمع شويه من سرد القصه. نعم شويه، ممكن انا نسمع سرد شوي من القصه. من اي قصه تبون؟ اي قصه من اختيارك. انا وجدتي مثلا. لأن في آخر قصة اللي أنا كنت بتكلم عنها اللي هي فيروس الكورونا وجدتي، هي آخر قصة وخليتها على الإيبوك عشان تكون متوفرة لكل الأطفال من غير أي مقابل تثقيفية. وهذا الكتاب صدر بمناسبة مو مناسبة بقدر ما هو تعاطفاً ومساهمة مني في توعية الأطفال بالتعاون مع يعني سانت هذه نفاذ البحرين الطبي. وهذا الكتاب بعد أقولكم قصته أنه هو نتيجة واقع حياة. عندي ولد هو طبيب يتدرب في أبردين في اسكتلندا ويواجه يوميا حالات الكورونا، فتعاطفي مع الفريق الطبي نتيجة معايشتي الواقع ولدي في نفس الوقت خلاني أني يعني أكتب هاي الكتاب بعدين من ما أدري من وين يعني. وفي هالكتاب هذا أحيي كل فريق البحرين الطبي وكل رجال الأمن المتطوعين وكل من قضى ليلة ونهارة في الخط الأول في البحرين في العالم كله، وكل اللي قدموا أرواحهم لإنقاذ حياة الآخرين من جائحة فيروس الكورونا. وأقول لهم جميعاً مني تنحني الرؤوس ونقبل أيديكم فشكراً لكم. ويا ريت تعطي المجال ان انا اقرا من هذه القصه اذا تسمحون لي. تفضلي. نبتدي حق عيالنا الصغيرين عشان ننبههم عن فيروس الكورونا ونقول لهم فيروس الكورونا وجدت. منذ بدات مشكله فيروس الكورونا اصبحنا نرى جدت عبر فيسبوك فقط لاجل سلامه الجميع. السلام عليكم يا جدتي، وعليكم السلام، كيف يا أحبابي؟ كيف حالكم؟ الحمد لله نحن بخير، كيف حالكم أنتم؟ أحبابي ابقوا في البيت ولا تخرجوا حتى تحموا أنفسكم من الإصابة بفيروس كورونا. جدتي، هل رأيت هذا الفيروس؟ هل تعرفين شكله؟ لا، لأنه صغير جداً ولا يمكن أن نراه إلا تحت أجهزة عالية الكفاءة. حسب ما رأيناه في الأخبار على شاشة التلفاز يقولون أنه بهذا الشكل. ماذا سيحدث لو خرجنا وزرنا أصدقائنا؟ لا شيء. لا يا أحبابي، الحذر واجب. فريق البحرين قال لنا ابقوا في البيت. إذا لعبنا مع أصحابنا ينتقل لنا الفيروس، هذا صحيح، لأن إذا عطس أحد أطفال مصابين أو كح ولا يدري بأنه مصاب وأنتم قريب ويمل ينتقل إليكم الفيروس. ستلعب من بعيد، ستلعب مع أصدقائك على بعد مثل أو مترين. هل تعرفون تعليمات فريق البحرين الصحية؟ هل تعرفون تعليمات فريق البحرين الصحية؟ نعم،
غسل اليدين لمدة 20 ثانية، واستعمال المعقم، عدم لمس الوجه والعينين، تغطية الفم والأنف عند العطس والكحة، لبس الكمام عند الخروج من البيت، تنظيف الألعاب باستمرار. وكيف سنقضي وقتنا؟ نقرأ القصص، ننهي واجباتنا المدرسية، نحضر فصول الدراسة على الشبكة الإلكترونية، نتعلم قراءة القرآن، ونرسم بالفرشاة الكثير من الفراشات، نلعب بالرمل والماء ونسقي الأزهار. جميل، يعني في رسائل وفي عبر من خلال هذه القصة. بإذن الله قريباً سيقضون على فيروس الكورونا، وسنجتمع من جديد، وستتذكرون الكورونا وتقصونها على الأجيال القادمة. يعطيك العافية أستاذة. طبعاً أكيد يعني سرد جميل، وأتوقع أكيد أثر في الأطفال، يعني الطريقة اللي وصلت فيها الرسالة والمعلومة ممتازة، وبيعرف يمكن شنو ردة فعل الأطفال. الأطفال لما يسمعون أكيد يعني ممكن أن يسمعون لها، لأن نزلت لمستواهم وعقولهم. أكيد هذا الشيء مو بأي حد يقدر يسويه. دائماً قصص للأطفال تكون صعبة، يعني لما تخاطب الطفل يكون صعب. أكيد نشكر الأستاذة مريم داود كل الشكر على هذا السرد. عندنا فاصل الحين؟ أي فاصل. مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل، راجعين مع باقي فقرات حلقة نهاية الأسبوع من برنامجكم صيف البحرين. خلكم ويانا. رجعنا لكم من جديد من بعد الفاصل. طبعا مشاهدينا، جلد الإنسان من أكثر الأعضاء في الجسم عرضة للتأثيرات الخارجية والبيئية، وكونه معرض للإصابة بمختلف الأمراض. طبعا موضوعنا اليوم راح يكون حول التهابات الجلد، أسبابه وطرق تفاديه، مع أخصائية الأمراض الجلدية فاطمة عبد الوهاب. صبحت الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك. سهلا فيكم، شكرا على استضافتنا اليوم. هذا واجبنا أكيد. بس أكيد مشاهدينا بذكركم أن تقدرون تشاركونا تستفسرون حول موضوع فقرتنا التهابات الجلد مع ضيفتنا فاطمة عبد الوهاب عبر الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة، وإن شاء الله ضيفتنا بترد على كل استفساراتكم وتساؤلاتكم. بداية دكتورة، خلنا نتكلم، توضحين لنا وللمشاهدين مفهوم التهاب الجلد، ممكن في ناس مو فاهمته، ممكن تعريفه بداية. تمام. طبعا التهاب الجلد يعني مصطلح عام، ممكن يستعمل اي شخص يقول عندي التهاب في الجلد، ممكن يعني شيء كبير وممكن يعني شيء بسيط. هو مجرد اذا نبي نلخصه او نسويه بشكل مبسط، معناته تهيج في الجلد لاسباب عديده، باشكال مختلفه، باعراض مختلفه. فاي تهيج في الجلد ممكن نسميه التهاب في الجلد. اي تهيج، يعني نقدر نقول اي تهيج يكون يعتبر من الاعراض اللي ممكن نقدر نسميها التهابات بالضبط في الجلد. يعني الالتهاب لما نجي نتكلم عنه لاسباب عديده وله اعراض كثيره، يعني ممكن مجرد يكون شعور بحرارة في المنطقة، أو مجرد ممكن يكون احمرار بسيط في المنطقة، أو انتفاخ، أو الشخص يقلش أحس كأن في قراريص في المنطقة، أو نغزات أو وخز. وممكن لا، ممكن أنه يبدأ يظهر طفح جلدي فعلا، أنه يكون في بثور، في جراح، في حروق، في تزلعات في الجلد، في فقاعات في الجلد. فممكن يكون يعني أعراض كثيرة وأسباب عديدة إليه. طبعا حلو، يعني لما الناس تعرف ان لما تطلع هذه الاعراض او تطلع هذه الاشياء اللي ناس ما ذكرتها الدكتوره، يعرفون ان هذا سبب يمكن يكون التهاب الجلد، ولازم يستشيرون الدكتوره والاخصائيين في هالجانب. ايوه، تنتظر ساعات واحد ينتظر ما يروح حق دكتور ويقول والله بيروح بروحه، ويزيد يزيد يزيد، ويمكن يروح مرحله ثانيه وهو ما يدري. بالضبط. وساعات ناس يقول لك اربط صبعاتك وكل مين بيوصف لك دواء. فالتهابات الجلد، صور صوره وتشوفوا شنو طالع في ايدي، الا بيقول لي حط كركم، ولا بيقول لي حط هذا الكريم، ولا الاشياء الشعبيه. تعال شوف هذه يعني المشاكل اللي تصير عقب بسبه ان المريض استعمل اشياء بروحه، يمكن تتهيج البشره، تتهيج البشره ويدخل في مشكله ثانيه أعظم من المشكلة اللي كانت عنده. يمكن أنا عندي سؤال دكتورة، أن ساعات مثلاً
شخص اثنين يعني انا وصديقي مثلا طلعنا انا صادني هو ما صاد هالشيء يعني. فشنو الاسباب ليش يعني الاسباب ان انا مثلا ممكن يصيدني التهاب اكثر من شخص ثاني؟ لان الالتهابات الجلديه ممكن تكون اسبابها داخليه، يعني هذا الشخص عنده امراض، عنده طفره وراثيه او شيء في جينه يخليه عرضه ممكن بعض الالتهابات الجلديه فيها وراثيه، وممكن ان انت اصلا عندك حساسيه موجوده داخليه. عاده الحساسيه تكون ساكته وصابره 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 وصابره، عقب فتره من كثر ما كثر الدق يعني قلنا كتل الحام من كثر ما ان تتعرض الى هذا الشيء فجاه واحده تهيج. يعني مثلا يجيني مريضه تقول لي دكتور انا يعني عشر تراويني حساسيه موجوده دار مدار مكان الخاتم، اقول لها هاي عندك حساسيه من دهب، تقول لي دكتور 10 سنين متزوجه تطلع الحساسيه، اقول لها انه صبر صبر صبر، قال ليش مسختينها وصلتيني لمرحله خلاص ما اقدر اسكت اكثر. يعني فساعات يكون عندنا احنا القابليه داخليه ان تصير عندي حساسيه او يعني التهاب في الجلد، ولكن ساكت صابر متحمل لين ما يوصل لمرحله الثريشولد اللي خلاص انا اي كانت توليريت مور. يعني دكتوره دائما يمكن اكثر الاعراض او اكثر الحساسيات اللي تصير البشره او الجلد تكون في فتره الصيف مع تعرض الحراره او تعرض الشمس بشكل مباشر. بس شنو الاشياء اللي لما اتعرض لها في الصيف تكون عاديه، يعني تكون حق فتره وتروح، وشنو الاشياء اللي لازم تستدعي ان انا اروح حق الطبيب او استشير الطبيب؟ أوكي. طبعا الحين احنا دام نتكلم عن الالتهابات الجلديه في فصل الصيف مهم نعرف تأثير أشعة الشمس في البداية وشنو أنواع أشعة الشمس. يعني أشعة الشمس كثير من دكاترة الأمراض الجلدية يعتبرون أشعة الشمس هي العدو اللدود إلى الجلد. أنا شخصيا ما أعتبر هذا الشيء، أقول أن كل شيء له إيجابيات وله سلبيات. يمكن سلبيات الشمس على الجلد أكثر من إيجابياتها، ولكن لها إيجابيات. فأشعة الشمس يعني إحنا أحيانا من الإيجابيات بنبتدي وبعدين بنروح للسلبيات. احنا نستعمل اشعه الشمس فيها امواج ضوئيه مختلفه، فيها اشعه ضوء مرئيه وفيها اشعه ضوئيه غير مرئيه. فيها الاكثر شيء اللي يضر الجلد اللي هو الاشعه فوق البنفسجيه. صح. هاي الاشعه فوق البنفسجيه تنقسم الى الف وباء وجيم. فجيم طبعا جدا سيء لان الطاقه فيه كبيره جدا، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى فض طبقه الاوزون ما يوصل الينا. باء يعتبر يجي مباشرة عقب الجيم، فهو يعتبر سيء وهو اللي ممكن يخليه في أنه يسبب سرطانات الجلد وإلى آخره، فهو أيضا سيء. ولكن في جزئية من هاي الباء جيدة نستعملها إحنا في العلاج الضوئي للأمراض الجلدية. يعني إحنا عندنا مرضى يجون لنا يتكررون علينا في مستشفى السلمانية تقريبا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، فقط يدخلون داخل جهاز اسمه علاج ضوئي، هو عبارة عن ناخذ هاي الطول الموجي المعين ونستعمل العلاج الصدفية وغيرها من الأمراض الجلدية. فإذا فيها جزء ممتاز يفيد، ولكن الأغلبية ممكن أن هي تضر. فباء عادة ممكن يسبب لي سرطانات الجلد والتصبغات. ألف اللي هو عادة هو اللي يسبب تهيجات الجلد في فصل الصيف، يعني هو اللي يسبب لي الحساسية. طبعا الحين لما أجي أتكلم عن الحساسيات اللي تصير من أشعة الشمس بعد أقدر أقسمها إلى فروع. في فروع إن مثلا مثل ما تفضلت قبل لا نبتدي قلت لي إن أنا من أطلع في الشمس يشب جسمي. صح. هاي اللي هو نسميه الحزاز الضوئي. طبعا هاي جروب من الأمراض، مجرد ما إن المريض يطلع في الشمس أو مع فترة ممكن يصير في مناطق السن اكسبوز اريا، يعني الوجه واليد والفي شيب مال اذا كان يعني مفتوح احيانا فوق. حتى لو لابس ثياب من الحراره تصير اللي هو ممكن يصير تحس مثل قراريص او بخ، هاي يسميه الشري الضوئي. في جروب يمكن 6-7 او اكثر انواع، بس يعني اقدر احطها ضمن الحزاز الضوئي. جروب الثاني انه لا، انه المريض عنده باك جراوند، عنده مرض جلدي معين باك جراوند، مثل المرضى اللي عندهم ورديه او مثلا المرضى اللي عندهم الذئبه الحمراء، لما يجي فصل الصيف يبدا يتهيج عندهم أكثر. من يطلعون مثلا في الشمس والله ده يرجعون شابين، وجههم محترق، حكه، حراره. نفس الشيء مرضى الذئبه الحمراء. وفي مجموعه من الامراض الجلديه اللي هي تكون ستيبل وهادئه في اوقات معينه من السنه، بس مع فصل الصيف مع أشعة الشمس يتهيجون. وطبعا في على المدى البعيد تأثير لأشعة الشمس، لما نجي نقول أتعرض لأشعة الشمس
يبدا يطلع عندي نمش، يبدا يطلع عندي كلف، يبدا يطلع عندي تجاعيد. وطبعا الأسوأ اللي قلنا في اشعه الشمس باء انها ممكن تسبب لي السرطانات الجلد. يعني رغم ان اضرار الشمس موجوده، لكن الحمد لله على نعمه الشمس. بعض الدول يتمنون تكون في شمس فعلا. مثل ما قلنا قبل الهواء، يمكن الناس تروح تان وتتمنى هذه الاجواء وهذه الشمس فعلا. لكن يمكن سؤالي يكون على موضوع الحكه. دائما احنا نربط الحكه بالالتهابات الجلديه، شنو الاشياء اللي المفروض نسويها يعني خلال هذه المرض اللي وقت يصيبنا وتصيبنا الحكه المساعات تكون مزعجه، فشلون نقدر ان احنا نتعامل معها؟ طبعا شوف الحكه زين، اكثر شكوى يجون بها المرضى لنا في العياده الحكه. وانا انا انا دكتوره جلديه لما تجيني وقت الحكه انسى، لان الحكه يصير عندك رغبه داخليه شديده شديده ان انت يعني هاي اصعب شيء، احس انه يقول لك لا تحك. اي صح بالضبط، تهرش المكان. يعني لما يجي عندك وقت اللي يصيدك حكه، مخك يتوقف ان انا لازم أحك. لازم بس المشكله انه فعلا انت لازم ما تحك، لان في شيء اسمه اتش سكراتش سايكل. شنو هذه؟ لما انا يجيني عندي رغبه ان انا بحك، اقوم احك داخل مكان الجلد، يبدا ينفرز لي مواد كيميائية تزيد عندي الرغبة في الحكة. فشنو يصير؟ عندي رغبة في الحكة، أحك، تزيد هاي المواد الكيميائية، تزيد الرغبة في الحكة، أحك أزيد، ترد أدخل في السكراتش إن أني أبدأ أجرح الجلد، أبدأ أسبب مشاكل في الجلد، سماكة في الجلد، فأدخل في دائرة يعني ما لها أول من تالي. فلازم لازم لما يجيني الشعور إن أنا أبي أحك، إن أنا أحاول أكسر هذه الدائرة قد ما أقدر، نفسي إني ما أحك عشان بالضبط. ما تتهيج البشرة بالضبط. بس دكتورة إحنا معانا اتصال من المشاهدين اللي حابين يسألون كم سؤال. أكيد معانا المتصلة أم حسن، صبح عليك بالخير. هلا وسهلا، حيا شاء الله. يا هلا والله، شو أخباركم؟ إن شاء الله زينين الحمد لله بخير. مشكورين على هالبرنامج. تسلمين. أهلا وسهلا حيا شاء الله. بغيت لو سمحتين أكلم الدكتورة. تفضلي. أهلا أم حسن، تفضلي. أهلا وسهلا دكتورة، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. حيا شاء الله. يعني عندي طالع لي أكياس دهنية تحت الجلد، حتى رحت ليش مرة السلمانية. أوكي. سويتين لي كي بس أوكي. ما استفدت يعني عليه، ما أدري يعني رحت جلسة واحدة. بس مكان اللي سويتين لي يعني هذا هو ما تغير. أوكي. ما أدري يعني وش أسباب الأكياس. تمام. وين بالضبط؟ تحت العيون؟ لا لا. وين؟ في الرقبة، الصدر، يعني هو ما يبين بس لا تهجسيني بالإيد. إيه؟ يبين. زين. طبعاً أحياناً شوفي بعض، أنا ما أعرف بالضبط شنو التشخيص في الأكياس الدهنية اللي تقصدينها، بس أحياناً تكون في مشاكل مثل ما نقول. تغيرات تحدث في الجلد، تكون تغيرات حميدة مع التقدم في العمر وإلى آخره، نسوي لهم كي فقط تجميلي ويحتاج جلسات. يعني يمكن الجلسة الأولى ما تكون كافية إنه يروح تماماً، أحتاج أرد أعيدها في جلسة ثانية. وعادة عادة أنا دائماً أول ما يجيني مريض أحب أكون أسوي منطقة معينة تجربة على أساس المريض يشوف شنو النتائج. يعني هل الشكل بعد الحرق أو بعد الكي بيعجبه ولا لا. ممكن إنه عادة دائما نحاول نكون في أول مرة خفيفين على المريض، إيدنا تكون خفيفة على أساس ما نترك آثار. حتى لو ما راحت تماما ممكن نعيدها مرة ثانية ومرة ثالثة ونشوف شنو النتيجة. حلو. يعني الواحد لازم يسوي اكثر من جلسه عشان يتاكد. احنا دائما نقول الجلسه الواحده ما تكفي، يعني لازم اكثر من جلسه عشان يتفاعل مع الجسم. دكتوره شلون يتم تشخيص الالتهاب؟ يعني ممكن تحطينا في من انواع هذه الالتهابات، او يعني شلون تشخصينه اول ما يجي المريض؟ طبعا يعتمد، احنا جزء عود من تشخيص المرضى يكون عن طريق التشخيص الكلينيكي. يعني ان الهيستوري مال المريض، معلومات المريض من متى ابتدى، شنو صار، شنو تعرض قبل، شنو سويت قبل، رحت مكان قبل، رحت برشة مثلا، رحت خصوصا في فصل الصيف اذا احنا قاعدين نتكلم عن الشمس والصيف وهاي الاشياء. يعني الهيستوري واجد مهم ان اني حق التشخيص. الجزء الثاني يعتمد على العيون اللي هو الفحص المكان. فيعني عاده غالبيه الامراض او الالتهابات الجلديه، خلينا نقول 80% يتم تشخيصها من الهيستوري ومن الفيزيكال اكزامينيشن، الفحص والمعلومات.
يبقى جزء احيانا انه يكون مترددين بين يمين يسار فوق تحت، شنو بالضبط؟ هل هو التهاب بكتيري، هل هو التهاب فطري، هل هو التهاب حساسية، شنو بالضبط؟ فساعات ناخذ خزعة من الجلد، يعني عينة من الجلد، اخدر المنطقة واخذ قطعة من الجلد ونطالعها تحت الميكروسكوب، نشوف شنو الخلايا الموجودة والاشياء الموجودة فتساعدني حق التشخيص. ساعات احيانا احتاج اسوي فحوصات دم، ساعات احتاج اسوي فحص اللي هو الحساسية التلامسية او فحص البريك تيست، على اساس اعرف بالضبط اني وين يا المريض، في اي جزء، في اي يعني في اي اتجاه رايحه. يعني نفس ما ذكر يمكن قبل شوي كان دكتوره ضيفنا احمد العوي بعد قال انه لازم يكون في فحص قبل ما يتم العلاج عشان يعرفون شنو اللي ممكن يصير. معنا اتصال هاتفي من مبارك. صباح عليك بالخير، يا هلا ويا مرحبا. صبحك بالنور اختي ايمان. يا هلا فيك. حبيت اصبح عليكم اختي، بس ممكن اكلم الدكتوره؟ اي تفضل. اهلا مبارك، تفضل. مرحبا دكتوره. اهلا مبارك. دكتوره انا عندي مشكله معاي في الصيف، اذا اطلع في الشمس وايد يصدني نفس الحراره الصغير في الوجه، يعني في نفس الوقت مجرد بس ادش البيت احط على وجهي ولا احط عليه ثلج يعني يخف عليه شيء، يختفي. المشكلة تمت، يعني عاني منها من سنتين تقريبا. تمام. هذا الحرارة لما تدخل البيت وتحط ثلج يبرد المكان يختفي تماما كأنك يعني مثل ما يقول أبدا كني شدابة ما في أي شيء، والله لا يظل آثار موجودة. نفس الوقت كان نفسي صدني حكة قوية. إيه. ولما ترجع البيت وعقب ما يبرد المكان يختفي تماما والله يظل في جزء. لا يختفي تماما. يختفي تماما. أوكي. فأنا أعتقد إن أنت عندك شيء اسمه الشري الضوئي. زين. لأن الشري الضوئي شنو؟ إن الشري هو عبارة مثل قراريس أو حبوب صغيرة. ترى نفس اللي قلت لك عنه. نفس اللي. تحك واجد أو تحس حرارة في المنطقة. ممكن يصير لأسباب مو من الشمس. أنا عندي شري بس مو من الشمس. وممكن يصير لأسباب من الشمس اللي هو نسميه الشري الشمسي. ان المريض لما يطلع في الشمس يبدا يطلعون هاي القراريص حكه شديده، مجرد ما يدخل المكان البارد او يحط ثلج او يهدأ الامور خلال اقل عن 24 ساعه يختفي ولا كانه شيء صاير. هو مجرد تهيج من الحراره العاليه او الشمس. فطبعا العلاج جدا، انا دائما لما يجوني المرضى اللي عندهم الشري الشمسي او اللي عندهم الشري بسبه الجو الحار لما يطلعون في الحر او المرسوم، اقول لهم يعني جود لك، لان علاج هذا الشيء هو الابتعاد عن المسبب. وين نبتعد عن الشمس في البحرين؟ صعبة. يعني صعبة تبركين هني توصلين هني انتي فطستين من الشمس. هل نقدر نعالج هذه الأمور منزلياً وشلون الطرق تكون؟ نعم نقدر طبعاً. شوف أنا دائماً أقول لمرضائي إن العلاج في إيدك أنت المريض. أنا كطبيبة معظم الأمراض الجلدية هي أنا راح أشخصك، راح أكتب لك كريمات، التزامك وحطاتك إلى الكريمات أنت اللي راح تعالج روحك، مو أنا اللي راح أعالج. أنت مجرد توجهينهم. يعني بشوفك ربع ساعة نص ساعة بعطيك الأدوية، بس الالتزام بحطات هاي الأدوية والطريق والتعليمات اللي نعطيكم إياها هي الدفع. فمعظم أمراض الجلدية يتم علاجها في البيت. هل في أدوية مثلاً تنفع حق شخص لكن ما تنفع حق شخص ثاني؟ ممكن أن أنت يفيدك هاي الكريم ولكن أنا ما يفيدني. بالضبط. تبي الصدق ساعات هذا المرطب، هاي المريض يقول لي دكتورة ما عطيتيني مرطب سحر. يجيني في أشخاص ثانية دكتورة أنتين عطيتيني كريم هيجني حرق وجهي دكتورة ما يسوى علي وغالي فيعني مو شرط. حتى الكريمات، حتى واقيات الشمس، أي شيء اللي يناسب هاي الشخص مو شرط يناسب. صح بالضبط. يعني لازم الواحد إنه يراعي موضوع إنه مو أي شيء يناسب حمد ممكن يناسب بشرتي. ما في اختلاف. والأهم إنه هو لازم يستشير ويأخذ الاستشارة من الطبيب نفسه. فأكيد نشكر تواجدك أخصائية الأمراض الجلدية فاطمة عبد الوهاب على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتيها. شكراً لك. في ظل اجتهادات المملكة بتسيير أمورها وبمساعدة المواطنين في قضاء حاجاتهم وأمورهم اليومية، دشنت أمانة العاصمة شعار نخدمك بدارك، وهو جزء من الخدمات الكثيرة اللي تقدمها الأمانة. لتسليط الضوء أكثر في ذي الموضوع خلونا نتابع هذا التقرير وراجعين لكم. في ظل أزمة جائحة كورونا وفي إطار إرشادات القيادة الحكيمة لتسهيل تقديم الخدمات بالمملكة، دشنت أمانة العاصمة شعار نخدمك بدارك،
واللي يعني بتقديم الكثير من الخدمات لكبار السن وذوي الهمم، مثل استرجاع تأمين البناء والتراخيص، إصدار إفادة سكن، إصدار بطاقة عنوان وخدمات أخرى. ويتم تقديم الخدمات للمراجعين عن طريق سيارة مجهزة بالكامل ومزودة بجهاز كمبيوتر مرتبط بأنظمة الخدمات اللي تقدمها أمانة العاصمة. عودة مشاهدينا بعد ما شفنا التقرير الخاص بأمانة العاصمة وشعارها، نختمك بدارك. يسعدنا نستضيف المهندس محمد حسين البصيبعي القائم بأعمال رئيس قسم تراخيص وتنظيم البناء بأمانة العاصمة. هلا وصحنا فيك. أهلا أهلا فيكم، الله يسلمكم. يا هلا مرحبا فيك أستاذ. أكيد في البداية نبي نتعرف أكثر عن هذه المبادرة نخدمك بدارك. أي نعم، طبعا أول شيء أشكر تلفزيون البحرين طبعا اللي تحت الفرصة لنا بأمانة العاصمة أن طبعا نبرز الجهود اللي احنا نقوم فيها لخدمة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة. طبعا في البداية قبل أن نتكلم عن الخدمة هي نفسها، طبعا المبادرة طبعا لازم نعرف أول شيء شنو الأهداف اللي خلت الفكرة يتينا في البداية. طبعا الهدف الرئيسي طبعا لو وضعت الأمانة كنا حاطين هدفين مهمين، وهو تحسين والجودة في نوعية الخدمات اللي احنا نقدمها علشان نصل إلى خدمة العملاء. وعلى ضوءها طبعا قمنا في أمانة العاصمة طبعا في الآونة الأخيرة مع ظهور فيروس كورونا بطبعا تحويل جميع الخدمات الموجودة عندنا إلى النظام الرقمي والإلكتروني. طبعا نسقنا مع إدارة نظام معلومات مع شؤون البلديات، بشؤون البلديات طبعا مشكورين ما قصروا معانا، طبعا مع أيضا البلديات بعد وقعدنا معهم واشتغلنا وحولنا جميع الخدمات اللي احنا اليوم موجودة عندنا حولناها كلها إلى النظام الرقمي الإلكتروني عن طريق طبعا التقدم فيها عن طريق موقع الوزارة. لاحظنا بعد فترة حن كل الخدمات اللي عندنا مقدمة أونلاين صح، بس لاحظنا إلى الآن قاعديون المراجعين لمركز الخدمات ويطلبون نفس الخدمات الموجودة أصلا عندنا أونلاين. فطبعا قامت مدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقية بنت إبراهيم حميدان بوضع فريق عمل لدراسة هذه المشكلة الموجودة إحنا عندنا. فطبعا شكلنا الفريق واتضح أن أغلب الليون يزوروننا في مركز خدمات المراجعين هم من فئتين، فئة المسنين وذوي الهمم. طبعا شنو المشكلة يصير عندهم؟ عندهم شوية صعوبة في استخدام البرامج والأجهزة أو أنه يقدرون يقدمون الخدمة. فهني ابتدت المبادرة، شلون نقدر احنا نروح لهم ونخدمهم بدارهم. حلو، هذه مبادرة حلوة. أي صح. نعم. يمكن لو بنتكلم أكثر يعني شلون هم تفاعلوا مع هذه المبادرة اللي أنتم طرحتوها أن تخدمونهم وهم بدارهم، شلون كان التفاعل؟ والله صراحة يعني كان التفاعل جدا جدا كبير من قدمنا الخدمة. طبعا ابتدينا فيها الأسبوع اللي فات يوم الأربعاء، يعني ما شاء الله 8 طلبات تقريبا إلى 6 طلبات يوميا تجينا. الآلية جدا 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 سهلة، في عندنا يعني رقم للتواصل عن طريق الواتساب يقدم فيه اللي هو المواطن، بس اهم شيء يثبت لنا انه هو من المسنين او من ذوي الهمم، وبعدين احنا مباشره نطلب من عنده شو الخدمه اللي تبغينا، يعني شو الخدمه اللي تبينا نقدمها لك. طبعا يوفر لنا طبعا يطلب في بعض الخدمات احنا عندنا في الامانه في شؤون البلديه، طبعا عندنا بعض الخدمات تكون ممكن نروح لين مكانه ونقدمها له في نفس الوقت وياخذها في نفس الوقت. حلو. بنفس الوقت في بعض الخدمات. شنو نوع الخدمات؟ يعني خلينا نتكلم شوي يمكن بتفصيل عن الخدمات الاساسيه شنو هي. اي طبعا احنا عندنا 16 خدمة ما شاء الله قدمناها في المبادرة. طبعا منها خدمات في تراخيص البناء طبعا للمساحات الاقل من 50 تشمل الترميم والهدم وصيانة المباني، وبالاضافة الى ايضا خدمات شهادة اتمام البناء، عندنا بعض المعاملات المالية مثل افادات السكن، وعندنا ايضا استرجاع التأمين، بالإضافة إلى توصيل كرمكم الله أكياس القمامة إلى بيوت المواطنين. فقط هو أهم شيء عندنا يتواصل معنا وإحنا نزوده بالخدمة، عندنا سيارة مجهزة. حلو. عندنا فريق مدربينا متخصص. أي نعم. طبعا هذه طبعا كل الدعم يعني قدمها لنا سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات المهندس عصام بن عبد الله خلف، وكيل شؤون البلديات المهندس
الشيخ محمد بن أحمد الخليفة صراحة يعني يرتقون بالمنظمة العمل الحكومي إلى آخر وحريصين يعني. أن يهتمون بهذه التفاصيل. نعم صح. يعني ما شاء الله جهود تشكرون عليها في هذا الجانب أكيد. يعني دائما الخدمات اللي تقدمونها تكون مبتكرة وجديدة، ودائما تشوفون يعني اللي راح عيونكم والمستفيدين من هذه الخدمة شنو محتاجين وأنتم توفرونها أكيد. في هذا الجانب أكيد نشكر تواجدك الأستاذ المهندس محمد حسين الوصيبعي، كل الشكر لك ونورت الاستديو صيف البحرين. شكرا لك. وصلنا مشاهدينا لختام اليوم، ونشوفكم باتشر او نشوف باتشر باتشر ويكند، نشوفكم يوم الاحد ان شاء الله مع زملائي اسمه حمد في حلقه جديده، مواضيع جديده، ومع السلامه. مع السلامه.